حابب حضرتك النهارده في قابه المثال عماري، حابين نعرف يعني الاجواء الكرنفاليه دي بتمثل ايه لاهالي محافظه الاقصر. والله احنا بنقول لكل اهالي الاقصر كل عام وانتم بخير، بس نور النبي الشريف. واحنا شايفين يعني احتفال مبهج وفي خيول وفروسيه، وهذه الاحتفالات تمثل تراث الصعيد وتراث محافظه الاقصر ومشات العماري، واحنا بنساعد على هذا الامر وبنفضله وبنظهر الوجه التراثي للمحافظة، وبنقول لكل الناس كل عام وحدكم بخير إن شاء الله. مولد النبي وسلم يعني التراث هو من ضمن المزايا اللي السائح بيبحث عنها، سواء كان الحنطور أو كان الخيول بشكل عام، الحاجات التراثية أو حتى المصنوعات اللي هي بتمثل تراث المحافظة. كل محافظة لها هوية، الأقصر هي يعني محافظة يعني ما قبل التاريخ زي ما بيقولوا، آلاف السنين حضارة وتراث ورقي. ممكن يتم ترويج لهذا الحدث ترويج السياحة. رقم 6 السيد أحمد ساري، السيد أحمد ساري رقم 6. رقم 7 الحاج رمضان يزيد، حاج رمضان يزيد رقم 7.